ماشي، لو كانت موجودة الحين شنو راح تقولي لها؟ أقول لها أني افتقدت لمتها، افتقدت يعني أنا صراحة افتقدت أني حضنها. كثير يقولون أنتم نسيتوهم أو نسيتي أختك، نسيت ما النسيان هذا شيء صعب، صعب تنسين. بالعكس كل ما يعني مرت الأيام تذكرين أكثر الشخص وتذكرين لحظاتك معاه أكثر وأكثر، والمناسبات التي واللحظات التي مؤلمة مؤلمة. لكن قضاء الله وقدره، أكيد الواحد يعني ما يعترض على هذا الشيء، بس نفتقدهم، نبيهم، نبي يعني هذه الجمعات الحلوة، الإحساس الحلو، الحظنة الحلوة، يعني ما ننسى أبدا أبدا ما ننسى. يمكن إحنا ما نبي اللي حولنا يتأثرون، تعرفين يمكن هاي شيء يخفف علينا يعني ضيقنا، يمكن هاي شيء اللي خلينا مع الأيام شوي نخف يعني. ورب العالمين ترى يجبر القلوب إذا كانت عندها ثقة بأن أهما عند الأرحم والأعظم، وهو اختار هذا الوقت، اختارها تكون عنده، فما نقدر نعترض. هو ربي يعني اللي رحمة يخلي الله قربه عليها. والله رحمة الله عليها. وخربتي مكياجنا يا زينب، إن كان أنا ولا أنتي اخترب مكياجنا. فأنا برأيي مشاهدينا ننتقل إلى فاصل ونواصل.